رمضان كريم. في الفيديو ده هنتكلم عن ريج 2 بالاخص نقطة اتحاد استوديوهين كبار جدا في تطويرها، ولكن للأسف يفشلوا في ان هم يقدموا تجربة كاملة. بس قبل ما نتكلم عن اي حاجة روح شوف مراجعة اللعبة وتعالى كامل الفيديو ده، عشان هنا هنتكلم بتفاصيل اكتر عن ازاي ريج 2 كان ممكن تبقى لعبة افضل. افالانش ستوديوز من اكبر الاستوديوهات المستقلة اللي بيعملوا العاب تريبل اي، وعندهم انجين اسمه ايبكس، في تولز البونا اوبن وورلد للالعاب كبير ومنوع ومليان محتوى بكثافة، ودي كانت الحاجة المناسبة للعبة جاست كوز اللي بيعملوها بشكل اساسي. عالم اوبن وورلد مليان حاجات كتيره جدا ممكن تفجرها، وممتازه جدا في النقطه دي وما كانش ليهم منافس فيها، لان المحتوى اللي بيضيفوه في العالم المفتوح بتاعهم مش مهمات جانبيه بس، بل بتكون انشطه عشوائيه بتحصلك في اي مكان وفي اي وقت. فجاست كوز مثلا وانت واقف في حالك فجاه ممكن تلاقي نفسك في معركه كبيره جدا جدا وما تبقاش فاكر ايه اللي حصل عشان توصل لمعركه بالحجم ده، ودي حاجه بمناسبه تقنيا صعبه جدا ومطورين قليلين قوي اللي بيعرفوا يعملوها، واكبرهم طبعا هو استوديو افالانش. فالعالم اللي مليان حاجات عشوائيه ممكن تفجرها والناس تقتلهم وفجاه تلاقي كل حاجه بقت مجنونه جدا حواليك، حاجه مناسبه جدا لريج 2، ودي كانت الحاجه اللي ناقصه استوديو اي دي سوفت وير مطورين الجزء الاول من لعبه ريج. عشان كده استعانوا بافالانش ستوديوز واللي يعتبر ان هو الاستوديو المثالي اللي يعمل عالم لعبه ريج. اي دي سوفت وير بقى قصه ثانيه خالص، هم مالهمش عموما في العاب الاوبن وورلد، لكن ليهم جدا جدا في الالعاب الخطيه، وهم عموما اقدم استوديو العاب موجود حاليا واكثرهم خبره بالاخص في العاب التصويب من منظور الشخص الاول. هم اللي عاملين لعبه دوم، افضل لعبه تصويب على الاطلاق بالنسبه لي شخصيا. هم برضو اللي عاملين ولفنشتاين اللي التصويب فيها ما يقلش حلاوه عن دوم، وهم ممتازين جدا في فيزيائيات الحركه بتاعت الشخصيه، فاللاعب دايما بيحس بالشخصيه ووزنها وحركتها، مش زي مثلا حاجه زي كول اوف ديوتي اللي الحركه فيها كانها سلاح طاير في الهواء، وهي بالمناسبه جوه الانجن بتكون فعلا سلاح طاير في الهواء حواليه هيت بوكس. انما في العاب اي دي سوفت وير الشخصيه بيكون ليها احساس فعلا بحركتها، وده بيبان في الجري والنط وغيره، واللي بالنسبه لي بيضيف متعه كبيره جدا بالاخص لما بيكون في حركه كتير زي اللي موجوده في لعبه دوم، وبالطبع برضه زي اللي موجوده في لعبه ريج 2، ودي اكيد حاجه ممتازه قوي انها تكون موجوده في لعبه ريج 2. طيب دلوقتي ريج 2 معاها احسن ناس بيعملوا عالم مفتوح مجنون واحسن ناس بيعملوا العاب تصويب. افالانش لما حبوا يعملوا لعبه غير جاست كوز كانت لعبه ماد ماكس، واظن التشابه ما بين ريج 2 وماد ماكس واضح جدا في شكل العالم بالاخص في نقطه العربيات. العربيات جانب مهم جدا في ريج 2، ونظام السباقات اللي موجود في ماد ماكس موجود زيه في ريج 2، ويعتبر حاجه جميله جدا ومسليه. بس هنا بقى تظهر المشكله، في ماد ماكس القصه هتخليك تتعلق جدا بالعربيه، والسباقات بيكون ليها هدف في القصه، وبتحس ان كل خطوه بتعملها بتوديك في مكان جديد في الاحداث وبتتقدم اكتر في اللعبه. انما في ريج 2 هي مجرد حاجه موجوده في العالم بتاع اللعبه، ويعتبر ملهاش لازمه قوي، مش هتحس ان لعبك للسباقات بيفيدك باي شكل من الاشكال، ودي مشكله في اللعبه عموما، هو الاحساس بالانجاز واللي انت عملته ده ليه فايده هتفيدك بعدين، او هيكون ليها تاثير على الشخصيات في اللعبه ومجريات القصه. من ناحيه تصميم العالم ريج 2 ما فيهاش غلطه، عالم مفتوح اكتر من ممتاز، من ناحيه الكومبات كذلك، كومبات ممتع جدا جدا، ودي الحاجه الرئيسيه اللي هتخليك تلعب اللعبه وهو الاستمتاع بالكومبات. الاساس بتاع اللعبه قوي جدا، معمول بواسطه استوديوهين من اكبر وافضل استوديوهات الالعاب اللي موجوده حاليا. المشكله كانت في استغلال الاساس ده في بناء اللعبه نفسها. القصه اللي ممكن تطلع من عالم ريج 2 كبيره جدا، وليه ما اشتغلش العالم ده في عمل قصه كبيره؟ يعني مثلا على سبيل المثال في منظمه بتعمل وحوش اسمها جولز، ليه ما تستغلش النقطه دي يكون في وحوش كتيره منوعه ومختلفه، وتبقى البوس فايتس كتيره جدا ومختلفه عن بعضها، لان الجولز دي وحوش مصنعه وشكلها مشوه وممكن يطلع منها حاجات كتيره جدا مش شبه بعضها خالص. ليه ما بقاش مثلا في جزء من اللعبه عن الوحوش اللي باظت في تصنيعها وبقت شبه الزومبي، ويبقى اللعبه فيها جزء زومبي. العربيات مثلا ليه ما بقاش في ستوري لاين خاص بالعربيات يديك دافع تلعب السباقات بما انها حاجه اساسيه في اللعبه، وكذلك مع الارينا اللي بتخش تقتل فيها وحوش تطلع في برنامج تلفزيون. ليه ما بقاش فيها قصه مثلا ويبقى لك كاري انتاجي في التلفزيون في ويست لاند بقصه خاصه بيه؟ في شخصيه مهمه جدا في قصه اللعبه وهي اختك، وبيبقى ليها دور في بدايه اللعبه ونهايه اللعبه، بس ليه القصه ما تبقاش اكبر وتضم الشخصيه دي بشكل اكتر ويبقى ليها جانب عائلي كمان؟ في شخصيه عمده وكمان شخصيه انثويه، ليه مثلا ما يبقاش ليها مهمه فرعيه ويبقى ليها قصه اعمق شويه مش مجرد انها عمده المدينه؟ كان ممكن يستغل ان العمده واحده ست في عالم كله دمار والناس شاكه فيها وفي قدراتها، وهي تحاول تثبت نفسها وانت بتساعدها في كده. ليه كل القصص دي ما تبقاش موجوده في اللعبه؟ وكمان في دكتور مجنون كان بيشتغل في صناعه الجولز بيعمل ادوات عجيبه ووحوش تصطدم في القتال، ليه ما يبقاش ليه مهمات فرعيه خاصه بيه تفتح لك ادوات قتاليه جديده؟ دي مجرد افكار بديهية جدا مش محتاجة حد عبقري او ان هو يقعد يفكر كتير عشان يضيفها في اللعبة. فريج 2 مليانة محتوى كبير جدا لكنه غير مستغل تماما بشكل كافي، واللي في النهاية ادى ان عمر اللعبة يكون قصير جدا، ولعبة احساسها انها لعبة فقيرة جدا. طيب دلوقتي ايه الوضع بالنسبة لريج 2؟ يعني تشتريها ولا ما تشتريهاش؟ اللعبة الصراحة محدش ينكر انها ممتعة جدا، ومن التجارب اللي لازم تلعبها على الرغم انها مش تجربة كاملة، الا ان ده ما قللش من متعة.
بتاعتها. فريش 2 حاليا ما اقدرش انصح حد ان هو يشتريها، وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول لك ما تشتريهاش، بس لازم تلعبها، وده اللي انا متاكد منه 100%. ممكن تاخدها مثلا من صاحبك تجربها وترجعها له، او ممكن تاجرها او تشتريها وبعدين تبيعها مستعمله، او تستنى عروض عليها وتخفيضات عشان تشتريها، وده اتوقع هيحصل قريب. اللعبه اتعمل لها تخفيض يوم ما نزلت وبقى سعرها $50، ده غير ان في عروض بتتعمل عليها من بعض المتاجر ارخص من كده كمان، واتوقع ان الفتره اللي جايه دي هترخص كمان. تقديري لثمن اللعبه هو $30، فلو انت هتاجرها باقل من كده يكون ممتاز جدا. لو هتشترك مع صاحبك وتجيبوها مع بعض برضو يكون حاجه ممتازه جدا. لو هتستنى تخفيض اللعبه عشان تجيبها بسعر مناسب برضو يكون ممتاز، بس انا كدفع ثمن اللعبه كامله فيها حاليا حاجه انا مرجحهاش خالص. كده كنا وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك، لو انت جديد في القناة أول مرة تشوفنا تعمل سبسكرايب، وريت برضو شاركنا في التعليقات برأيك في لعبة ريش 2، وهل ناوي تشتريها ولا هتستنى شوية عليها. ولحد الفيديو اللي جاي، سلام. God turned his back on humanity long ago. It wasn't a war. It wasn't global warming. It was a fucking asteroid. I was born in this shithole. Parents murdered, an orphan of this wasteland. An army of mutants killed everyone I ever loved. All that's left is hate, fear, and the need for survival. You see, part of growing up was watching everything get taken from me. I stood by, did nothing. And now, I'm the last ranger of this wasteland. And there's only one thing left to do! Hello, E3, and welcome to the world of Rage 2. In a moment, we'll dive headfirst into the Eden spaceport mission, where Walker, our main protagonist, is out to find a rare artifact that will aid him in his quest to take down the Authority. I'm approaching the Eden Space Center. Ah, yes, I forgot to say. It might be overrun by bandits. The Goon Squad, to be precise. You must likely slay them first before pulling down the Eco-Pod from orbit and securing the untainted nanotrites therein. Made it to the Space Center. Keep your wits about you, Walker. The Goon Squad may look whimsical, laughable even, but believe me, behind their playful appearance, they are very, very dangerous. On the wall. It's motion sensor activated. Is the rocket the crusher talking acting? If it can be yours wild and black. Rage 2. Mission control to the third floor.